أمر من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين منصة محمد السادس للحديث الشريف التي تضم أزيد من 10,000 حديث نبوي شريف. هذه المنصة الرقمية تهدف إلى تمكين العموم من معرفة الحديث النبوي بدرجاته، هل هو صحيح أو ضعيف أو كاذب. وبهذه المناسبة قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق: إنه حدث إطلاق منصة محمد السادس للحديث الشريف، حدث يتصل بالدين وبالعلم وبالتبليغ، ومن ثم فهو يتعلق على الخصوص بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتدين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين، ويقتضي هذا التقديم استيعاب كل المعاني التي لهذا الحدث، وذلك بوضعه في سياقه العام والخاص. إن إطلاق منصة محمد السادس للحديث الشريف يعد حدثا يتصل بالدين وبالعلم وبالتبليغ، ومن ثم فهو يتعلق على الخصوص بالطلب الواسع من لدن الجمهور من أجل التعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور التدين. الخطة المتبعة لإنجاز المحتوى العلمي للمنصة مرت بعدة مراحل، ووضعت لها مجموعة من القواعد المؤطرة من خلال الاعتماد على جمع متون أهم الأعمال المحتج بها من الإمام مالك وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، إلى جانب اعتماد الشرط المغربي في اختيار الكتب المعتمدة. السياق العام ويقتضي تذكيرا وجيزا بأهمية الحديث الشريف، المرجع في معرفة الإسلام كما هو معلوم أصلان ومصدران هما القرآن والحديث. فالقرآن هو الكتاب المنزل المحفوظ، والحديث هو أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله والأمور التي أقرها وتركها في حياته أثناء أداء رسالته. فالقرآن هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الحديث فقد سمعه الصحابة رضوان الله عليهم، سمعوا رسول الله يقول أقوالا ورأوه يفعل أفعالا ويقر أمورا أو ينهى عن أمور، وكان لهم الاهتمام الشديد بكل ما يقوله ويفعله محبة فيه وإعجابا به وحرصا على تسديد دينهم وإكماله باتباعه واتخاذه أسوة لهم كما وجههم القرآن الكريم إلى ذلك. وما يميز محتوى المنصة بكونها تضم أزيد من 10,000 حديث نبوي شريف، ويمكن استخدامها من قبل 10,000 باحث في آن واحد. ولتحقيق هذا المشروع العلمي الديني اشتغلت اللجنة العلمية المكونة من 8 علماء مغاربة لمدة سنة، كما أن اللجنتين العلمية والتقنية ستواكبان اشتغال المنصة ابتداء من إطلاقها، وذلك لإدخال كل تحيين يستوجبه تعميق البحث أو يقتضيه التفاعل مع المستعملين، إذ يمكن للباحث أن يطرح سؤالا كتابيا عن نص يعتقده حديثا وهو غير موجود بالمنصة، وذلك عبر خانة سؤال وجواب، ويتلقى السائل الجواب في مدة 24 ساعة عبر بريده الإلكتروني.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.